مرحبا تلاميذ الصف السادس، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب تكونوا بخير. درسنا لهذا اليوم اعضاء الحس. اعضاء الحس، ممن عندنا اول درس، ممن تتركب العين. ممن تتركب العين؟ الفكره الرئيسيه اعضاء الحس، هذا تعريف اعضاء الحس. في الانسان هي العين والأذن والأنف واللسان والجلد، وتتكون هذه الأعضاء من تراكيب مختلفة، ولكل من هذه التراكيب وظيفة معينة. أعضاء الحس في الإنسان هي العين والأذن والأنف واللسان والجلد، وتتكون هذه الأعضاء من تراكيب مختلفة، ولكل من هذه التراكيب وظيفة معينة. عندنا الموضوع الأول، ممن تتركب العين. تعريف العينان، هي عضو بصري يغطي العين جفن علوي وجفن سفلي. وظيفة الأجفان غلق العينين ثناء النوم وحمايتهما من دخول الأجسام الغريبة. هنا عندنا تعريف وهنا وظيفة الأجفان. وظيفة الأجفان وظيفتها غلق العينين ثناء النوم وحمايتهما من دخول الأجسام الغريبة. العينان عضو بصري يغطي العين جفنين، جفن علوي وجفن سفلي. وظيفة الأجفان غلق العينين ثناء النوم وحمايته من دخول الأجسام الغريبة. عندنا سؤال، ممن تتكون العين؟ تتكون العين من ثلاثة طبقات، الطبقة الخارجية والطبقة الوسطى والطبقة الداخلية. الطبقة الخارجية والطبقة الوسطى والطبقة الداخلية. الطبقة الخارجية تسمى الصلبة وتضم القرنية أو بياض العين وتكون محدبة إلى الخارج. الطبقة الخارجية تسمى الصلبة وتضم القرنية أو بياض العين وتكون محدبة إلى الخارج. أدنى الطبقة الوسطى، الطبقة الوسطى تسمى المشيمة وتضم الجزء الملون من العين الذي يسمى القزحية. وتوجد في وسط القزحية فتحة صغيرة يمر الضوء من خلالها إلى العين، تسمى البؤبؤ. هنا تعريف البؤبؤ، هو فتحة صغيرة يمر الضوء من خلالها إلى العين، تعريف البؤبؤ. أو يجيك فراغ. وخلف البؤبؤ تقع عدسة العين، وتمتاز بكونها شفافة وذات شكل محدب الوجهين. الطبقة الداخلية، الطبقة الداخلية للعين. ماذا تسمى؟ تسمى الشبكية. شنو وظيفتها؟ هي التي تتحسس الضوء وتميز الألوان. شنو وظيفة الشبكية؟ تتحسس الضوء وتميز الألوان. تعريف الشبكية، وهي من الطبقة الداخلية للعين تتحسس الضوء وتميز الألوان، وهي المسؤولة عن الأبصار. الشبكية هي المسؤولة عن الأبصار. عندنا هنا ملخص أعضاء الحس. يوجد في الإنسان هي العين والأذن والأنف واللسان والجلد، وتتكون هذه الأعضاء من تراكيب مختلفة، ولكل من هذه التراكيب وظيفة معينة. ولكل من هذه الأعضاء من تراكيب مختلفة ولكل من هذه تراكيب وظيفة معينة. عندنا تعريف العينان، عضو بصري يغطي الجفنين، الجفن العلوي والجفن السفلي. وظيفة الأجفان غلق العينين ثناء النوم وكذلك من دخول الأجسام الغريبة.
عندنا السؤال، مما تتكون العين من 3 طبقات؟ هي الطبقة الخارجية تسمى الصلبة، وتضم القرنية وبياض العين، وتكون محدبة إلى الخارج. الطبقة الوسطى تسمى المشيمة، وتضم الجزء الملون من العين الذي يسمى القزحية، وتوجد في وسط القزحية فتحة صغيرة يمر الضوء من خلالها إلى العين، تسمى البؤبؤ. وخلف البؤبؤ تقع عدسة العين، وتمتاز بكونها شفافة وذات شكل محدب الوجهين. أما الطبقة الداخلية للعين وتسمى الشبكية، وهي التي تتحسس الضوء وتميز الألوان. هذا ملخص كل ما في العين. نجي هنا السؤال، كيف أحافظ على حاسة البصر؟ هنا عدة سؤال، كيف أحافظ على حاسة البصر؟ نظرا لأهمية التي تمثلها حاسة البصر، ويجب علي أن أحافظ على صحته وسلامة هذه الحاسة. أولا، فلا أجلس قريبا على التلفاز أو أمام الشاشة الحاسوب مدة طويلة، هاي النقطة الأولى. 2، استخدام الإضاءة المناسبة عند القراءة، استخدام الإضاءة المناسبة عند القراءة. أهتم بنظافة عيني. 3، أهتم بنظافة عيني. 4، أرتدي النظارات الشمسية في الأيام التي تكون فيها أشعة الشمس قوية. هنا سؤال مهم، كيف أحافظ على حاسة البصر؟ أولا، لا أجلس قريبا على التلفاز أو أمام شاشة الحاسوب مدة طويلة. استخدم الإضاءة المناسبة عند القراءة. اهتم بنظافة عيني، وارتدي النظارات الشمسية في الأيام التي تكون فيها أشعة الشمس قوية.